صباح الخير. مين انت؟ انت موفق النجم؟ مين انت؟ اخي انا محضر المحكمة. موفق النجم هون ساكن؟ محضر شو؟ لا اله الا الله على الصباح. اخي هون بيت موفق النجم. انت شبك؟ مالك شايف؟ الحمد لله. اخي وقع لي هون. مين بابا؟ محضر المحكمة. خير شو فيك؟ تفضل اخي، السحر العنابي رافع عليك دعوة طلاق. مو صحيح، مو صحيح. هي وحدة مجنونة، هي حبست حالها شهر بالغرفة ما طلعت ولا حكت معي، ولك ما خلتني اعرف اتفاهم معها. خلص بابا طول بالك، الزلمة شو دخله؟ خلص شكرا لك، يعطيك العافية. كيف شو دخله بابا؟ بابا لازم فهمه انا بدي طلق. انا بحبها ولك بابا بحبها. هلا هلا صار فينا نعيش، بدنا نغير كل حياتنا، الشيء اللي ما عشناه بكل حياتنا بنعيشه هلا بابا. لك كيف بدها تطلقني؟ بأحلك ليالي الظلمة ما طلعت منها هالكلمة كيف هلا؟ لك أنا موفق النجم، مدرس ب 12 ثانوية بالبلد، وسنتين بليبيا، أنا ما بتطلق. لك أنا ما بتطلق، هي بدها تطلقني، هلا بدها تطلقني لما طلعت الوردة، هلا بدها تطلقني. أنا ما بتطلق، ما بتطلق. شو صار؟ ما صار شيء، طبعا ما صار شيء. بس شلون ما صار شيء؟ هلا كل شيء صار وما صار شيء، على اساس اني عم بكتب مسلسل عن حياتها لنرجي. لك طلعت عم بكتب المسلسل عن حياتي انا ابو سليم، ابو سليم النجم، طلعت كاتب ابو سليم. ملايين الدولارات ومرتي واولادي، قال كله نصيب، كله نصيب، ما في نصيب، ما في نصيب، ما في نصيب، ما في نصيب. مبروك استاذ جواد، فحص الدي ان اي اثبت انه المتوفيه باسم ندى الكامل هي نفسها نرجس العنابي، بالمقارنه مع الانسجه الماخوذه من اختك سحر. وطبعا رح يتم تقسيم مبلغ وقدره 6 مليون دولار أميركي حسب الشريعة الإسلامية، باعتبار أنه المليون دولار يلي وصى فيهم المرحوم عمك للي بيوصل لنرجس أولا، وضيفت المبلغ كونكم وصلتوا كلكم بنفس الوقت ومع بعض. مبروك أستاذ، مبروك. الله يبارك فيك. كيفك سوزان؟ منيح، تفضل ارتاح. خلصت القصة، الشهر الجاي رح اقبض المصاري. دريت شو صار بمنذر؟ راعين له أكبر محامي. كفاح اختك سحر، هدى ورباب، صهرك موفق اللي داير بالشوارع، دريت بكل هدول؟ طيب دريت شو صاير فيك؟ خلص، خلصت القصة،
هلا فضينا، رح صلح كل اللي خرب. وكيف رح يتصلح؟ رح صلحه زوزان، رح صلحه. كأنك ولد صغير، اللي صار صار، خلص ما عاد يتصلح. يعني روح؟ جواد اللي حبيته ضاع، ضاع وهو عم يدور على الورثة وعلى أخته. روح لاقي لي جواد هداك بعدين تعال. سوزان ليكني قدامك، اعتبري اللي جرى ما كان. كيف بدك إياني أعتبر ولا كأنه شي صار؟ نكدتوا كرار حياتكن وانتو عم تدوروا على اختكن، نكدتوها نكتة ما عاد تنضب. بطلتي تحبيني؟ هلأ لحسيت فيها، بس مو انا اللي بلشت. انا بطلت لما انت بطلت، لانك ما عدت شايف غير اختك الضايعة. طلعت ميتة. ما بيهمني ميتة ولا عايشة، ما عاد يهمني، النتيجة عندي وحدة. سوزان رجعي، نسافر على امريكا وبنعمل العملية. طلقني وروح لاقي لك عيشة تانية. نحن ما عاد ننفع لبعض. سوزان لا. بلا، إذا راح أرجع راح ضلني كل عمري دور على جواد اللي حبيته، وهذا خلص ما عاد موجود. طلقني. ما رح طلقك، لأنه مو على كيفك. أنا كمان ما كنت حابب إنه حياتنا تتغير، بس ما قدرت. أنتي فكرة إنه أنا مبسوط؟ بلشت القصة بورتي، بعدين صارت أختي نرجس، بعدين صارت أنا كل القصة. بس كنت بكل لحظة بحبك. أنا وقت اللي فكرت بالمصاري فكرت مشاننا، لما فكرت بإختي نرجس فكرت مشانك، مشان أعرف دير بالي عليكي وما ضيعك. لما فكرت بحالي كان مشانك، مشان كون رجالك اللي بيجيب ولاد. يعني أنا عشت كل حياتي لأني بحبك. بتعرفي أكتر شغلة خوفتني شو هي؟ وقت اللي قال لي المحامي إنه المصاري 6 ملايين دولار صاروا إلكن. بتعرفي أول حدا خطر لي إلجأله كان أنتي، لأني بحبك. لا تكوني حد مثل الموت، الموت حد كتير بياخد وما بيرجع، بس أنتي مو هيك. أنتي سوزان حبيبتي، أنا كتير بحبك، أنا كتير بحبك.